مهندس طبي بجامعة دمشق، اليوم عندنا على محاضرة بسيطة، محاضرة خفيفة إن شاء الله، بطيق أربع عشر صور في المجال الطبي. قبل ما نبلش معالجة الصور الطبية لازم نعرف شو هي الصور الرقمية. بداية الصور الرقمية، أول ما نفوت للتعريف العلمي تبعها، هي أي صورة مخزنة على الحاسب أو على الموبايل، صورة من طريق موبايلك أو عن طريق إنترنت لابتوبك أو أي صورة مخزنة بشكل عام رقميا فهي صورة رقمية، باختلاف طرق استحصالها. يعني كانت كاميرا ولا كانت كاميرا موبايل ولا سكانر ولا أي طريقة. الصورة الرقمية تعريفها العلمي هي عبارة عن عدد محدد من العناصر تشكل مصفوفة من العناصر، كل عنصر له قيمته الخاصة اللي هي بتعكس شدته اللونية أو قيمته اللونية ومكانه المحدد في الصورة إكس واي تبع العنصر، وتسمى هذه العناصر بعناصر الصورة أو البكسلز. إذا البكسلز أو عنصر الصورة هو أصغر عنصر يكون للصورة. ننتبه كثير لكلمة مصفوفة، نوضح أهميتها لما نشوف شو أهمية المعادلة. إذا نعطي مثال واقعي وعملي وبسيط للصور الرقمية، إذا جبنا صورة عادية مادية فيزيائية قديمة يعني جوز هلا مدفرة، إذا جبناها وحطينا عليها شبكة من المربعات، كل مربع حياخد من الصورة جزء ومكان محدد إكس واي محدد، وياخد جزء من الصورة وقيمة لونية، يعني ياخد اللون قيمة لونية من الصورة، وبالتالي كل عنصر من العناصر حيكون له مكان محدد، حيكون له قيمة لونية محددة هي اللي اقتطعها من الصورة. إذا بدنا ناخذ مثال ثاني أوضح، لعبة البازل التركيبة، لما كنا نجيب قطع من بعسلة ونقعد نركبها واحدة 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 لحتى تصير عندنا الصورة كاملة. نفس الشيء إذا بنعتبر عند كل قطعة صغيرة هي عنصر صورة أو بكسل، وهي العنصر الصورة كان نلاقي عليه مرسوم جزء من الصورة، ولما بنركبها بشكل كامل بتطلع عندي الصورة كاملة، فهي أقرب مثال للصورة الرقمية. طبعا مثل ما احنا شايفين بتوضح الصورة، هي هي الشبكة إذا بنعتبر، خلينا نتصور صورة وراها، فكل عنصر من الشبكة حياخد مكان محدد من الصورة، حياخد جزء من شكل الصورة خلينا نسميه أو لون الصورة. طبعا في كثير مصطلحين هامين جدا بمعالجة الصور الطبية. المصطلح الأول بسموه الاعتيان أو دقة الاعتيان، والمصطلح الثاني هو التكمية. شو المقصود بدقة الاعتيان؟ طبعا أنا بحب أركز على هدول المصطلحين لأنه أكثر شيء بنعاني منه المجال الصور الرقمية بشكل عام. أول العمليات الأساسية جميع على الصور الرقمية هي التحسين. التحسين بيشمل أكثر عمليتين، هما تحسين الدقة وتحسين الشدة اللونية أو التكمية بيسموها. دقة الاعتيان هي تعرف هي عدد العناصر في السطر الواحد. طبعا طبيعي يعني طبيعيا إنه كل ما كان عدد العناصر في السطر الواحد أكثر، كل ما كانت الدقة أكبر، كل ما كان عدد العناصر في السطر الواحد أقل، كل ما كانت الدقة أقل. وين بنشوف هذا الأثر؟ بعيدا عن الصور الطبية، باليوتيوب، إذا فتحنا على اليوتيوب بتلاقي دقة 144، الصورة كثير باهتة، الصورة بتحسب كل المربعات الصغيرة اللي طالعة قدامك، وكثير سيئة بجودة الصورة، بعد بترفعها بتساوي 224 200 نسيان الرقم، أو 360، 240 360، أو حتى 720، أو مثلا 4K مثلا HD، Full HD، Ultra HD، فالصورة بتلاقيها أحلى وصارت أوضح وصارت أجمل بكثير. شو السبب؟ عدد العناصر بالسطر الواحد ازداد، وبالتالي عينك ما عاد تقدر تميز الأثر الغير الأثر اللي بيسموه أثر رقعة الشبرون، زي ما نشوف هذا أثر المربعات، لأنه صارت عناصر كثير كثيرة بالسطر الواحد، وبالتالي دقة أعلى بالصورة. وأيضا لذلك كمان عدد السويات اللي هي التكمية، عدد السويات اللونية كترت، لما يعني بدل ما تشوف أبيض وأسود صرت تشوف أبيض ورمادي خفيف
الماضي أغمق، الماضي أغمق 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 بتوصل للأسوأ، بالتالي ما عاد عندك الفرق بين بكسل وبكسل، بالتالي ما عاد عندك التشوه. طبعا أي مثال عن دقة الاعتيان هو عدد العناصر في السطر الواحد، كل ما كان أكثر مثل ما قلنا كل ما كان أفضل. وأسهروا إذا قللنا عدد العناصر في السطر الواحد مثل ما احنا شايفين الصور الأصلية، قللنا قللنا بلش معي يظهر هون الأثر تبع قلة الاعتيان وقلة عدد العناصر في السطر الواحد، قللنا أكثر حتى وصلنا لهون. وهي بتلاحظ أكثر شيء باليوتيوب، لما تفتح يوتيوب بتلاقي الدقة كثير سيئة، بتلاقي أثر المربعات، أو لما كنا نسحب شيء فيلم تورنت دكتور سيئة جدا بنلاقيها. فهي أثر قلة أثر دقة الاعتيان إذا ما كانت، أو انخفاض دقة الأعتيان إذا ما كانت منيحة، بيظهر معي أثر دقة الشطرنج بنسميه هذا. وهو فعلا بتلاقيه مثل مربعات مربعات، فشبه هو بالطاولة تبع دقة الشطرنج أو البلاط تبع دقة الشطرنج تبع الشطرنج. التكمية مثل ما قلنا هي السويات، عدد السويات الرمادية. هلا بشكل عام الرمادية، ليش عم نستخدم كلمة رمادية مو لونية ار بي جي، هي ريد جرين بلو، لأن أغلبية الصور الطبية هي صور رمادية، فلذلك أكثر شيء نستخدم السويات الرمادية. طبعا عندي 256 سوية رمادية، طبعا حيكون شرح أكثر وأكثر بس لبلشوا بالدورة، أو هو ما أنتم مبلشين فيه حاليا، وبالتالي ما حنتعمق فيها. بس بيهمني منطقيا إذا عندي مثلا بين اللون الأبيض والأسود، إذا كان عندي أبيض أسود أبيض أسود، فحيظهر كثير تشوه بالصورة، الصورة مشوهة خلينا نسميها. أما إذا كان عندي تدرج بالصور مثلا بين البكسل والبكسل، بين عنصر الصور عنصر الصور، مثلا السوية كثير متقاربة، فما حيظهر عندي هالتشوه. إذا بنرجع ل تعريف العنصر الصور، تعريف الصورة، إذا مثلا هذا العنصر كانت قيمته اللونية فرضا، مو ضروري نفهم شو هي السوية تحديدا، حيتم شرحها. إذا كانت مثلا 25 هون 128، فكتير في فرق عالي، مثلا خلينا نسميها أسود أو أسود غامق وأبيض شوي مايل على الرمادي، فبالتالي صار في كتير فرق، بالتالي صار في وضوح عالي بالتشوه، تشوه لأنه صار في فرق كتير كبير بالتدرج. وكل ما كان التدرج قريب من بعضه كل ما كان الصورة أفضل وأحسن، وصارت الدقة اللونية أحلى. طبعا انخفاض السويات الرمادية يعطيني تشوه بسمى الكثافات الزائفة. طبعا هون كثير مهم اطلع انه مثلا هون هي الكثافة الزائفة، هي الصورة الطبيعية مو موجودة، هي الصورة الأصلية مو موجودة بتاتا، وبالتالي إذا أخذت صورة فيها كثافة زائفة وما أجريت عليها عمليات تحسين، طبقت الخوارزمية تبعي عليها، فحيطلع لي إنه عنده ورم الزلمة أو مصاب بشي هلا الزلمة سليم. فكتير مهم أول شيء مدخل الصور الطبية أو الصور الرقمية بشكل عام هي عمليات التحسين، لازم أتخلص من هذا الأثر إذا كان موجود، رجعوا للصورة الأساسية اللي هي سليمة، بعدين أجري عليها العمليات الثانية حتى أكتشف إذا في شيء مريض ولا لا. طبعا كل ما قلنا من السويات حتى وصلنا لأبيض أسود فقط، فصارت الصورة غير واضحة، المعالم سيئة جدا بالجودة، وبالتالي ما فيني استخلص من شيء. إذا انخفاض دقة الأعتيان بيعطيني أثر دقات الشطرنج، انخفاض دقة السويات بيعطيني أثر الكثافات الزائفة، الكثافات الزائفة اللي هي مثل ما قلنا هي. طيب ما هي الصور الرقمية الطبية؟ الصور الرقمية الطبية هي مثل الصور الرقمية، ما بتفرق شيء لا بالمعالجة ولا عمليات ولا بأي شيء. الفرق الوحيد بس إنه الصور الطبية بتفيد الإنسان، أو بتفيد التشخيص، أو بتفيد اكتشاف الأمراض بشكل مبكر. الصور الرقمية الثانية بتفي حياتنا خلينا نسميها، عم نستفيد منها بمجالات تانية. بس الخطأ بالمجال الطبي كثير قاتل. أنا إذا شخصت مريض إنه هو معه سرطان، هو معه سرطان وبلشت نعالجه، طبعا هي كثير حالة شاذ، يعني انه الاعتماد مو بس على الصور الطبية، بس الاعتماد الاساسي 60 ل 70% على الصور الطبية بالتشخيص. بس بحالة الاورام كونها يعني حياة مريض، فبيعتمدوا اجراءات ثانية من التحاليل والخزعة. بس اي غلط بالتشخيص، اي غلط بخوارزميتي انا، زي ما تقدم العلم بكره تؤدي لحياة مريض، وبالتالي ممنوع الخطأ
المجال الطبي، خوارزميات معالجة الصور الطبية بالمجال الطبي. أهمية الصور الطبية، أول شيء قبل ما يخترع أصلا شيء اسمه صور طبية، مو رقمية، صور طبية بشكل عام، كان الجراح أو الدكتور يقول له مريض شباكي اللي هيك معي، يقول له خذ هالدواء ساوي هيك، ما يزبط معه الأمور، يضطر يعمل له عملية ليكشف العضو الفيزيائي، يعني يشوفه على أرض الواقع، شو فيه، فيها تورم ما فيها تورم، شو الخطأ المحيطة فيه، إذا فيها أي مشاكل، بعدين سكر الجرح، بعد أسبوع أسبوعين يقول له أنت معك هيك هيك، لازم نعمل عملية هي العلاجية، بده يفتح الجرح ويشتغل. هلا مع وجود الصورة الطبية والتقدم، ما عاد في داعي، صار الصورة الطبية يكشف كل شيء بقلب جسم المريض ويشخص وما إلى ذلك. الأهم شيء هو الكشف المبكر عن الأورام. الكشف المبكر عن الأورام، خصوصا يعني الأورام السرطانية بشكل عام، كل ما اكتشفتها مبكرا كل ما قدرت تعالجها أسرع وأيسر. نسبة نجاة المريض كثير عالية، بتوصل من 90% و95% أحيانا. أحد الأمثلة هو سرطان البنكرياس. سرطان البنكرياس إذا اكتشفته بالمراحل الأولى، فنسبة نجاح فيه نجاة المريض 95%، أما إذا اكتشفته بآخر مراحله فالمريض حتما إلى الموت. مثل ما قلنا لك، مع المساعدة على الكشف المبكر للأمراض والتشخيص الدقيق، اليوم ما في إنسان بيصيب لا سمح الله أي شيء، فبيروح عند الدكتور، بيقول له عملت تحاليل، عملت صور، أهم شيء هي الصور الطبية، أي شيء كسر، عملت صور عشان يشوفون مكان الكسر شلون بيجدوا لك، مثلا لا سمح الله الأطفال الخدة جاي بيجوا مع بعض، صور الرئتين للطفل عشان يشوف إذا معه استسقاء أو معه أي شيء ثاني. المساعدة في العمليات الجراحية إزالة الأورام، بعد ما يتم تشخيص الورم لازم يعرف الدكتور تماما قديش حجم الورم، قديش عمقه، شو أبعاده، خصوصا المناطق الحساسة مثل الدماغ. تصور الدكتور مثلا عم يزيد الورم، راح شال مع الورم مثلا ميلي أو أقل من ميلي ولا دوزيين من نسج الدماغ مثلا أو من خلايا الدماغ، فمدي كم وظيفة ضاب له للمريض. وبالتالي كثير مهم نعرف قديش مساحة الأورام حجمه وموقعه، منه بيساعده على مثلا برا الدول برا، مثلا بيقعد الدكتور 5 6 مرات على جهاز محاكاة سيميوليشن حتى يزيل الورم، خصوصا إذا كان المنطقة صعبة. فبالتالي معرفة حجم الورم ومكانه وموقعه بيساعد كثير، إن كان بتدريب الجراحين قبل العملية أو إن كان حتى خلال العملية. طيب ليش الماتلاب؟ ليش من أي برامج؟ أخي الفوتوشوب بيعدل على الصورة، هذا سؤال مشهور. الفوتوشوب بيعدل على الصورة أجزاء من الصورة، أما أنت بالماتلاب مثل ما حكينا إذا بنرجع تحت الصورة الرقمية هي مصفوفة، الماتلاب بيتعامل مع المصفوفات بشكل كثير ممتاز. أول نقطة. ثاني نقطة، أنت هون عم تقدر تتعامل مع أصغر عنصر مكون للصورة اللي هو البكسل، بالتالي أنا بقدر أغير قيمته، بقدر أحذف منه، أحذفه، بقدر أضيف عليه. مصفوفة عادية، أنا لما تصير الصورة على الماتلاب هو بيشوفها عبارة عن مصفوفة، فأنا بيجي عليها كل العمليات، ضرب، قسمة، تربيع، جمع، وشوف شو النتائج اللي اختلفت على الصورة. هاي أول نقطة. ثانية نقطة، في مكتبة متخصصة كاملة يعني Imaging Processing بالماتلاب، بالتالي أنا بدال ما أكتب كود برمجي معقد حصل مثلا إحدى خوارزميات الاستخلاص مثلا أو إحدى خوارزميات المعالجة، أنا عبارة عن تعليمة بسيطة بسطر واحد بقدر أجري العملية كلها، حتى ما في داعي حتى أفهم طريقة عمل هالخوارزمية، بهمني شو الإنبوت تبعه، شو الأوتبوت تبعه، مدخلاتها، مخرجاتها، وشو أثرها على الصورة، هاي بهمني يعني، لا بدها لا مهندس طبية ولا مهندس حاسوب ولا أي شيء. الإنسان إذا كان عنده فقط رغبة وهاوي بس بيقدر ياخذ التعليمة، يشوف شو حتأثر على الصورة ويحطها ويكمل خوارزميته. فهي عشان هيك الماتلاب، إضافة لذلك أغلبية برامج معالجة الصور بتلاقيها مساواية بالماتلاب، بعدين محولة لغة برمجة تانية. وحتى هي بالمجال الأجهزة الطبية، يعني حكم عملي أنا في كثير برامج شفتها تحسها ماتلاب، هي ماتلاب بالأساس بس بتلاقيها مثلا مساوية بلغة تانية، بس مشان سرعة المعالجة فقط لا غير، لأن الماتلاب لغة كثير عالية البرمجة، عالية المستوى، وبالتالي تلاقي الشركات تضطر تكتب بلغة قريبة شوي من لغة الآلة أو لغة متوسطة المستوى، بس مشان عمليات
معالجة، بسرعة المعالجة، لأنه معالجة الصورة الطبية أو معالجة الصورة الرقمية بشكل عام تأخذ وقت، بالتالي لازم توفر بالوقت. طيب حكينا عن الماتلاب ليش؟ طيب نشوف المشاريع المساواية باستخدام الماتلاب. طبعا هي مشاريع كلها مساواية من جامعة دمشق مجال الهندسة الطبية. أول مشروع هو اختيار أفضل شريحة كبد مقطعية للتشخيص. طيب شو أي شريحة؟ الشريحة المقطعية مو شريحة الكبد، الشريحة المقطعية. ممكن تكونوا شايفين الجهاز اللي قدامنا هو جهاز سي تي، اختصار لكمبيوتر توموغرافي أو الأشعة المقطعية. إذا بنبسطه كثير للجهاز، هو مثل أشعة سينية لما نحن نصور الأعضاء، بس بيعطي يستخدم لجميع أنواع التصوير، خلينا نسميه، أو أكثر شيء بيستخدموه للتصوير المناطق عند هذا صراحة بيستخدموه لكل أنواع التصوير. دكتور بيعطي 2D 3D خلينا نسميها، وببساطة شديدة إذا نتصور شو بيساوي، إذا خلينا نشتغل قدامنا الكبد، هتقطع مثلا 800 قطعة من الكبد، قطعة رقيقة، تاخذ كل قطعة وتصورها، تمام، تحط الصورة، بس تخلص من كل 800 قطعة تجمع ال 800 صورة بتعطي شكل كامل للعضو. فهذا الجهاز هيك بيساوي بكل بساطة. طبعا احنا عم نحكي 800 صورة، مثلا في أجيال أحدث بجوز تعطي أكثر، في أجيال قديمة الجهاز بتعطي صور أقل. طبعا احنا ما بيهمنا آلية عمله ولا بيهمنا شو عم يشتغل، بيهمنا إنه بس حصلنا بنعرف على صور طبية مفيدة في التشخيص فقط لا غير. طيب هلا نتصور 800 صورة لمريض واحد، الدكتور قاعد عم يفحصه، طبعا في شيء منه مهم من هالصور، في شيء منه غير مهم بتاتا، بس لا يخلص، خلص أول مريض، صور عنده مثلا 10 مرضى فقط. خلال اليوم بده يساوي بس 10 مرضى، يعني عنده 8000 صورة، يعني المريض الدكتور نهاية الدوام حيصفى. هيك هي أول شغلة. ثاني شغلة ما حيركز كثير بعد ساعة أو ساعتين من العمل المتواصل، يعني بصير بس بده يلحق فعلا. فكان الهدف من هذا المشروع إنه أنا بدل ما أعطي الدكتور 100 صورة يقعد يفحص في شيء منه ذات أهمية، في شيء منه غير ذات أهمية، فأنا بعطيه بدل 800 صورة بعطيه يعني 30 صورة فقط، أو 16 صورة، أو 2 صور، أو 4 صور، أو حتى صورتين. فطبعا ليش هالخيارات؟ لأنه بجوز الدكتور دائما يختار صورتين، فيطلع إنه صورة سليمة، حب يتأكد شوي، طلع أحسن من صورة من هال800 صورة، فطلع النظام سليم، ومثلا طلع فيها ورم، حب يتأكد، بده 32 صورة بمقاطع مختلفة للكبد لحتى يتأكد إنه مزبوط الحكي ولا لا. طبعا مشروع كتير مفيد وكتير بوفر وقت على الدكتور وجهد تعب ماله، ما في منه طائل، يعني هو ضيعة وقت. إذا عندي 800 صورة، أنا مثلا حوالي 300 صورة ما بيهمني الأجزاء اللي فيها أو ما بتساعد على التشخيص. طبعا مثل ما شايفين هاي صورة مقطعية بيظهر فيها مو بس الكبد، بيظهر فيها بقية الأعضاء. في كتير نقطة أساسية إنه الأعضاء، بقية الأعضاء غير ذات الاهتمام، أنا بهمني الكبد، يعني بالتالي ما بهمني لا الانكلاس ولا الرئة ولا الطحال ولا المعدة ولا المري، كل هدول ما بهموني المناطق، بهمني بس الكبد، وبالتالي لازم استخلص الكبد أخذه لحاله، يجري عليه العملية، طلع النتيجة. طبعا هاي خلاصة المشروع. هون عندي الصورة الأصلية، هون إذا بنشوف المنطقة هي الغامقة، هي منطقة الورم، بعد الاستخلاص والمعالجة طلع لي إنه هي المنطقة ذات الورم. هون نفس الشيء لقيناها، هون إذا بنشوف هاي المنطقة الموجودة طلع لي إياها هون وهون، في عندي هون منطقة ما إذا شايفين لازم تكون أصلية. هون إنسان سليم ما طلع لي شيء. طيب هلا الواحد بيتساءل، وهذا سؤال مشروع، كيف أنا بقدر أشوف المنطقة المصابة؟ مثل ما إحنا شايفين إذا بنطلع على الصورة الأصلية، تلاقي المنطقة المصابة مختلفة سويتها الرمادية أو لونها عن النسج المحيطة. هي هون أغمق من النسج المحيطة. طبعا هي حقيقة واقعية، السبب فيها إنه اللي هو الورم بالأساس تعريفه تكاثر غير طبيعي عشوائي للخلايا، بالتالي حيكون في تجمع كثيف للخلايا عن بقية النسج المحيط، فيني استفيد من هالنقطة لما أعمل معالجة صور. المشروع الثاني هو استخلاص الأورام الدماغية من صور الرنين المغناطيسي MRI وحساب مساحتها. طيب بغض النظر شو هو الرنين المغناطيسي، كمان جهاز ثاني
دائما مو هو مو مثل السي دي بس جهاز ثاني بيعطي صور ادق واوضح، بيستخدمه اكثر شيء التصوير بالنظر لانه بيعطي صور واضحه جدا للانسجه اللي احنا مو شايفين. هاي الصور الاصليه، هذا هو الورق، هو مختلف لونيا عن النسوج المحيطه. برنامج بشكل عام بيستخلص لي الورق اللي احنا مو شايفين، بيحسب لي مساحته، هي كثير مهمه مثل ما حكينا، بيحسب مساحته قديش عمقه قديش ابعاده، وهي نقطة كثير مهمة أساسية للجراح. نتصور مثلا جراح قام هيك جزء هون غلط وفات دوزين، بس ضاب لي كم وظيفة حسب ما أعطى الدماغ في المنطقة، كان يشتغل بالباحة البصرية فهو عرضه بدي كم وظيفة من ناحية البصر، أو مثلا عم يشتغل منطقة الإدراكية أو منطقة التعلم أو منطقة الحركة، فأي غلط صغير يسبب عاهات للمنطقة. طبعا المشروع الثالث هو تطوير المشروع الماضي السابق، هو بناء الورم شاسع بعد ذاك المشروع كان فقط استخلاص الورم حساب مساحته، هذا بناء ثلاثي الأبعاد. طبعا مثل ما شايفين بالمأتلاب هذا أعطاني شكل الورم بدون أي شيء، بعدين أعطاني شكل الورم اللي موجود بالجمجمة وأبعاده، بعدين أعطاني مقاطع لألو الورم عشان الدكتور يقدر يشوف من جميع الجوانب والمناظير والمساقط، وبالتالي فكر أوسع للدكتور، عارف أبعاده منيح، عارف وين تمام للمرض، وبالتالي صار إزالة أسهل عليه ما فقط صور 2D. ومثل ما شفنا مقطع أفقي عمودي، أي هو الورم، صار الدكتور عنده تصور واضح لعمق الورم، طبعا مو بس من هذا الصور، الصور اللي قبله، لمساحة الورم، لحجم الورم بشكل دقيق. هلا عندي آخر مشروع استخلاص الأورام في الرياض، طبعا هذا مشروع توسعت فيه بعد الإصدار، نذكر الأهم والأساسي في نهاية المحاضرة. أما الأسباب الثانية فالأورام تبقى كثير، الأورام المعقدة جدا لعدة أسباب، السبب الأهم والأساسي هو العقدة الرئوية اللي هي الورم، تقريبا حجمها حتى السوية اللونية تبعها خلينا نسميها الرمادية قريبة جدا للحويصل الرئوي، وبالتالي الحويصل الرئوي هو أصغر جزء في الرئة اللي بيصير فيه تبادل بينه وبين الدم اللي يعطي الأكسجين يسحب منه CO2. فكتير صعب نكتشف الورم، كتير مشكلة يعني اكتشاف الورم. إذا كانت البقعة في العقدة الرئوية أصغر من 3 سم فتقريبا حجمها حجم الحويصة، وبالتالي صار كثير صعب، إذا ما نقول شبه مستحيل إنه نكتشف الورم، وبالتالي لازم ننتظر الورم يكون 3 سم أو أكبر لحتى نقدر نكتشف. طبعا بجوز مع التقدم في الصور الطبية وما إلى ذلك يصير اكتشاف أسهل. مثل ما شايفين هي صورة المريض بشكل عام، مثل ما ملتقطة هي إحدى العمليات عليها تسمى التعذيب. هاي العملية الناتجة عن اختيار المنطقة الأكبر في الصورة بغض النظر عن التسمية، بيهمني أنا بس المراحل مشان مثل ما يقولوا نبني فكر برمجي خوارزمية معينة ببرنامج شلون نساوي مراحل معالجة الصورة. مثل ما شايفين أزلنا كل شيء اسمه ضجيج اللي هو كل شيء ما بدنا، أنا بيهمني فقط هاي المنطقة، بزيد كل شيء ما عداها، زلت التدرج، زلت الأسماء، اسم المريض، نوع الصورة، تعريف الصورة، زلت بقية الشغلات المهمة اللي هي مثلا فيهم الحاجز، صدر وما إلى ذلك، فشلت كل شيء وأخذت المنطقة ذات الأهمية بس بالنسبة لي. وهون عدة عمليات، طبعا أنا حطيت بس الأسماء فقط للاطلاع، يعني وصلنا المهم للمنطقة اللي بدي إياها اللي هي فقط الرئتين مستخلصا من الصورة الأصلية. طيب هاي هي النتيجة بعد ما استخلصت الجزء المهم من الصورة اللي هم الرئتين، بدي استخلص إذا كان في أورام ولا لا. بناء على الحقيقة مثل ما قلنا إن الورم سويته رمادية مختلفة عن السوية السوية النسوج السليمة ولو شيء طفيف يعني. وحقيقة تانية إنه إذا مثل ما نشوف هون المشروع يعتمد إذا بتشوف كمان العقد الرئوية الحميدة، العقد الرئوية السليمة الخبيثة عفوا، وبالتالي كمان على حقيقة هلا بنحكيها بسم الله ما شاء الله.
احنا هم شايفين البرنامج اعطوني مثلا 4 قدرة رئوية مستخلصة، يعني عنده 4 قدرة رئوية، ما بنعرف اذا حميدة ولا خبيثة، بس اكتشفنا انه عنده 4 قدرة رئوية، هون عنده 5 قدرة رئوية، هون معانا هون قدرة رئوية واحد، هون انسان سليم مثلا. هذه الواحد سأل طيب ليش هيك الصور المستخلصة طالع الجزء كامل، جزء متعامل وجزء ناقص، وطالع شيء هون مبين شيء. فهون نرجع لحقيقة الصور اللي كانت عندي اياها، مثل ما قلنا أول عملية لنقاش الصورة الطبية هي تحسين الصورة، بجوز كانت الصورة سيئة وبالتالي ما تحس وصل الاستخلاص هيك طلع من النتيجة، بجوز الصورة من أساسها غير جيدة منتقطة، بجوز المريض معه خلاص بالرئة أو معه شيء مرض حتى ما طلعت الصورة بشكل واضح. فهي بترجع لإحدى عيوب الخوارزمية، وبترجع أيضا نوعية الصور المنتقطة، وبترجع أيضا للمرض حالته المرضية. بس الخوارزمية الشيء الأساسي إنه عم تطلع نتيجة بغض النظر عن شكل الصورة، وهي كثير مهمة الخوارزمية. طبعا المشروع متطور أكثر من هيك، عم بكشف لي حتى العقد الخبيثة والعقد الحميدة. نحن مو شايفين هاي الصورة الرئتين بعد الاستخلاص، من هون النتيجة النهائية أعطاني إنه عندي عقدتين، بالأحمر هن الخبيثتين وبالأخضر هن السليم عقد حميدة بسموه. هون نفس الشيء عندي 4 عقد حميدة وعقدة سليمة، يعني عنده 4 أوراق حميدة ما بتأثر انظلت بجسم الإنسان، هي الحميدة، والخبيثة هي اللي لازم أزالها. هون نفس الشيء عندي 6 عقد خبيثة وعقدتين حميدتين. طيب هون صورة إنسان سليم ما طلع لي شيء، هون سليمة هون سليمة. طبعا ليش كل هالصور؟ الخوارزمية لازم تثبت نجاحها مو بس على مريض واحد ولا على 2، إذا على عشرات ولا مئات ولا حتى آلاف، فبزيد وثوقية الخوارزمية. مثل احنا مو شايفين هون الصورة المشروع المسمى بالمطلع، هاي الصورة الأساسية، هذه صورة التشخيص، كشف العقد الرئوية، هاي الصورة النهائية اللي بتعطيها للدكتور كم عقدة عندي ومين الخريج ومين الحريم. طبعا حبيت أحط النتائج والخلاصة بس نحكي كثير مهمة عن الخوارزميات. تشخيص الطبيب طبعا ليش يعني يخلي الطبيب يشخص؟ بس لإثبات نجاح الخوارزمية، يعني نعطيه مثلا نقول له دكتور هي عندك 20 حالة شخص لي اياهم انت، بغض النظر ما بدنا نسمع رأيك، لبيناتنا يخلصهم دكتور تشخيصه، احنا بنستعمل خوارزمياتنا نشوف شو تشخيص الخوارزمية ونقعد نطابق بين التنتين. إذا كان نسبة المطابقة 85 90% 95% فهي نسبة كثير ممتازة، إذا كان أقل من 50% فهي خوارزمية تعتبر فاشلة. طبعا هون تشخيص الطبيب وجود 10 عقد رئوية، 9 منها حميدة والأخيرة خبيثة. التشخيص الآلي ما شخص، بس كان التشخيص هي وجود 7 حميدة وعقدة خبيثة. طيب بيقول أحد السائلين إنه كثير في فرق، هلا إذا اكتشفني عقدة رئوية الخوارزمية تبعي دلت على إنه في مشكلة فهذا كافي، لأنه مثل ما قلنا هي مو مسؤولة عن التشخيص الكامل وإعطاء العلاج، هي مش قصة يعني مختصر معالجة الصورة الطبية، هي فقط إشارة للدكتور، يا دكتور انتبه في مرض في ورم لازم تراجع الصورة، لازم تعمل تحاليل أكثر للمرض. فبالتالي هي اكتشفت 8 من أصل 10، فهي نسبة كثير مهمة، تقريبا 80% اكتشف، وبالتالي شيء جيد وممتاز. طبعا الهدف انه توسعت هذا المشروع انه الطالب اللي مساويه والطلاب يعني اللي معه كانوا حاضرين بالدورة نفسها اللي كانوا عم تساوي هذا الزلمة، طور حاله كان مساوي أول شيء مشروع التخرج تبع الدورة المقامة حاليا، ساوي برنامج معالجة الصور بسيط، انتقل منه مثل ما انتم شايفين معالجة صور طبية واستخلاص أول. فبالتالي أي إنسان بيقدر يساوي هالشيء، ما بده لا مختص ولا أي شيء، بس بدك لمحة بسيطة عن الصور الطبية، عن الفرق بين الورم الخبيث والحميد مثل ما حكينا، عن الفرق بين النسج المصاب والنسج غير المصاب، هي نص ساعة عنك تقدر تستدرك الأمور. إضافة لذلك مكتبة الإمج بروسيسنج تبع المكتب كثير كبيرة كثير ضخمة، ف
في الأشواح كثير حلو بالهيلث تبع المقلب، وبالتالي فيك تطلع على كل خبز، على كل تعليمة، شو بتعطي تغيرات على الصورة، أنت بتصير تطبق ما بنعمله. أتمنى تكونوا استفدتوا، أتمنى تستمتعوا بالدورة، السلام عليكم.